الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، إذا مات المغتاب فما كفارة غيبته؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن حقوق المخلوقين محط للسؤال والحساب يوم القيامة، وأنها من الذنوب التي لا تغفر إلا إذا غفرها صاحبها، لما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، فديوان يغفر، وديوان لا يغفر، وديوان لا يترك. فأما الديوان الذي لا يغفر فالشرك، لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الديوان الذي يغفر فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فالله يغفر ذلك. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، القصاص لا محالة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيأتي وقد ضرب هذا وقد أكل مال هذا، يعني أن عنده شيئا من حقوق الخلق لا تزال متعلقة بذمته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فهناك نوعان من الذنوب لا تدخل تحت حيز المغفرة يوم القيامة. الذنب الأول يرجع إلى حق الله عز وجل وهو الشرك، والذنب الثاني يرجع إلى حق المخلوق وهي الحقوق التي تتعلق بالمخلوق، سواء أكانت من الحقوق الحسية كالغصوب أو الديون ونحوها، أو كانت من الحقوق المعنوية كالغيبة والنميمة وغيرها. فهذه من جملة الحقوق التي لا بد وأن يطالب بها أصحابها يوم القيامة. فمن مات وعليه شيء من حقوق المخلوقين فإنه يموت وذمته غير بريئة من هذه الحقوق. ولكن على أولاد الميت وعلى أقارب الميت وأصدقاء الميت أن يفعلوا عدة أمور لعلها أن تكون مخففة عنه. الأمر الأول أن ينشئوا له بعض الصدقات الجارية التي تزيد في حسناته. الأمر الثاني أن يكثروا من الاستغفار له والدعاء له بالمغفرة. الأمر الثالث أن يحاولوا أن يتعرفوا على من اغتابهم أو وقع فيهم، فيذهبوا إليهم ليطلبوهم أن يحللوه وأن يتنازلوا عن حقوقهم، فإنه قد مات وهو الآن مرتهن بعمله، فلعل قلوبهم ترق له ويسامحونه ويعفون ويصفحون عنه. فإذا قمتم بهذه الأمور الثلاثة فعساها إن شاء الله أن تكون مخففة أو مكفرة ما عليه من حقوق الآدمين، والله أعلم.